السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الأخوة سأل سؤال جميل: بمناسبة موسم انقطاع الكهرباء، إيه الجهاز اللي بيحفظ الأجهزة من التلف؟ فسألت، ففي جهاز اسمه UPS أو مزود الطاقة غير المنقطع، ده الجهاز اللي بيحفظ الأجهزة من التلف حتى انقطاع الكهرباء. هو بيشتغل عن طريق تخزين الطاقة في البطارية، ولما يحصل انقطاع بيزود للأجهزة بالطاقة من البطارية بحيث إن ما يحصلش مشاكل إنها اتقطعت مرة واحدة أو إنها رجعت مرة واحدة. فهو بيديك فرصة إن أنت تقفل البرامج والعمليات بأمان. لكن الجهاز غالي، يعني أنت ممكن تستعمله مثلا للكمبيوتر بتاعك، أو هتشتري حاجات صغيرة، يعني هما بيستخدموه في البنوك أو كده، لأن أهم حاجة بالنسبة لهم بيانات العملاء. مش يعني الأجهزة مش مشكلة، المهم بيانات العملاء يقدروا يحافظوا عليها، مين اللي أودع كام والفلوس دي كلها. وطبعا في منها انواع كتيره، في بتختلف نوع البطاريه والتشغيل والوظائف المختلفه والحمايه وعد الاجهزه، فلازم ان انت تكون دارس الموضوع ده كويس وتسال حد متخصص. فهو ممكن ايه الفوائد بتاعته؟ ان هو بيحمي الاجهزه من تلف البرق، بيحمي الاجهزه من انقطاع الكهرباء، بيسمح الاجهزه انها تقفل البرامج بتاعتها بشكل حلو وتعمل شت داون بشكل كويس، بتوفر الطاقه في حاله انقطاع الكهرباء، ولو عندك اي اجهزه الكترونيه مهمه ده يقدر ان هو يحافظ لك عليها. لكن هي الفكره ان الشكل بتاعها بيبقى عالي. طيب، وبالمناسبه برضو لو الكهرباء قطعت، حاول ان انت تقفل الاجهزه اللي عندك في البيت، عشان لما بترجع ممكن ده ياثر على الاجهزه ويحرقها. فمبدئيا افصل الكهرباء عن الثلاجه، الفريزر، الحاجات دي. او ممكن تجيب قواطع مزوده حمايه هاي فولتج بتركب في الخطوط بتاعه الاجهزه المهمه، او تجيب واحد كبير يكون للبيت كله. طبعا الحلول دي حلول محدوده، لان هو مناسبه يعني بتحمي شاشه، بتحمي جهاز كمبيوتر، فهي دي مهمه جدا للاجهزه اللي عندك، بس هتبقى مكلفه لما تيجي تعملها للبيت كله. ويا ريت لو حد متخصص او يقدر يفيدنا يقول لنا اذا كان في حاجه ادفانسد او في حاجه احنا ما نعرفهاش او كذا. دي بعض الاجهزه اللي لقيتها على امازون، لو حاجه عجبتك ممكن تشتريها من جنبك من البيت، مش لازم تشتري من امازون. تمام، فتبدا ان انت تبص بصه كده على الافكار، ممكن تلاقي في حاجه جديده، حاجه لسه نازله جديده، وربنا يحمي كل حاجه ان شاء الله.